أن جميعكم تتكلمون بألسنة، ولكن بالأولى أن تتنبأوا، لأن من يتنبأ أعظم ممن يتكلم بألسنة، إلا إذا ترجم حتى تنالوا الكنيسة بنيانا. فالآن أيها الإخوة، إن جئت إليكم متكلما بألسنة فماذا أنفعكم إن لم أكلمكم؟ أما بإعلان أو بعلم أو بنبوة أو بتعليم. الأشياء العادمة النفوس التي تعطي صوتا، مسمار أو قيثارة، مع ذلك إن لم تعطي فرقا للنغمات فكيف يعرف ما زمر أو ما عزف به؟ بارك مور لفت الحياه.
شاي دمعي وبقر أم هاينة دمي علوخة وميدي بلتو ماما يعني ودمينا استبريخو لابونا وقرويو إيقالي وفيدو وابو ناطرلو وإحنا بصلا وفيدو لابونا وقرويو الو مقبله تاوجي عيسى كو حسين تاوجي على السلام عليكم تاودي انا ترى ناعمة تاودي انا ترى ناعمة تاودي ترى ناعمة تاودي انا ترى ناعمة تاودي يا ترى ناعمين تاودي واتساب تاودي يا ترى ناعمين تاودي يا ترى ناعمين تاودي